السلام عليكم. هذا الياسمين الأحمر المتسلق هذا يتحمل أشد درجات الحرارة، وهاي الأزهار مالته مستمرة على شكل عناقيد. هاي الأزهار مالته بيعطر ويتحمل يعني نسبة عالية من الأملاح ودرجات الحرارة. هسه هاي بالشمس المباشرة، وهاي جاي نصورها من الأعلى، يعني من فوق سطح المنزل صاعدة فوق وتسلق شكل كلش حلو وتزهر على طول. يعني هسه هاي الصيف هسه لشهر السابع وبيها الأزهار مالتها مستمرة، يعني هاي الأزهار مستمرة متفتحة اكو جاي تفتح، وهاي العناقيد مالتها هسه الشكل مالتها يعني هي اكو بيهن يعني مستمرة بالأزهار. فأي واحد يريد يزرعها يعني كمتسلقة شكل حلو عطر بيها وتتحمل شد درجات الحرارة. هاي شكل الأزهار مالتها، وبعدها ما شاء الله مستمرة بالأزهار هاي مالتها ما شاء الله. يعني هسه احنا شهر السابع ومستمرة ما شاء الله. هاي مزروعة احنا جوا النخلة وصاعدة فوق، هاي متسلقة صاعدة ما شاء الله، يعني ماشية مسافة بعيدة. يعني هاي جوا نخلة برين، هاي بدت بالنضوج، هاي بدت تتسلق ترتفع النخلة وصاعدة. هاي غارسينها، خذينا قلم من عندها وقرسناه مباشرة بالأرض. يعني الإخوان يقولون هاي ما تنجح يعني شوية بالزراعة مالتها، مجرد تأخذ القلم وتغرسه. وإن شاء الله إحنا هم راح ننزل مقاطع بعد يعني سهولة التجدير والزراعة مالت الياسمين الأحمر، لأن يعني شوية يعني بي صعوبة مو مثل بقية الأشجار بالتجدير، بس هو إن شاء الله ما بي أي مشكلة. يعني نريد نزرع نجذره ونزرعه ماكو، إن شاء الله ننزل أسهل طريقة.